موضوع التطفيف في الميزان هل لا يحتمل اي مبرر يعني ان كان مغصوبا على ذلك مثلا؟ كيف مغصوبا على ذلك؟ يعني يعمل في مكان ما وليس لديه اي عمل مثلا في هذه الفتره غير هذا المكان، او مجبرا على العمل في هذا المكان او في هذه الفتره تحت مسمى، تحت اي ظروف معينه مثلا، وطبيعه المكان، صاحب المكان بمشي الدنيا كده، هو مجرد واحد واقف يبيع، يترك العمل على الفور، لا يكتسب اللي بيكون لديه، اللي لم يكن لديه رفاهية في ترك العمل ماذا يفعل؟ أنا غالبا لا، يعني لا أكون مع مثل هذا، بمعنى ما فيش حاجة اسمها ما قداميش غير العمل الحرام ده بس، وخاصة إن كان الحرام هذا يضر الناس لا يتعلق بالله وفقط، يعني ليس ذنب مقصور على العبد بينه وبين ربنا، وإنما يتعلق بالعباد وحقوق العباد، الأمر فيها شاق. ما افتتح الله جل وعلا سورة في القرآن بهذه الافتتاحية المرعبة بقولة ويل للمطفين، إلا سورتين، السورتين متعلقتين بحقوق العباد، المطففين والهمزة، ويل للمطففين، والسورة الثانية ويل لكل همزة اللمزة، حقوق العباد أيضا. فحقوق العباد الأمر فيها متعسر، الله جل وعلا من تمام عدله أنه لا يتدخل فيها، لابد من رد الحقوق وإما المسامحة، فالأمر شاق. وقد قال الله جل وعلا آمرا بالتعاون على كل ما فيه بر وتقوى، وناهيا عن التعاون عن كل ما فيه إثم وعدوان، اعتداء على الآخرين، فقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول العلماء أن هذه الآية من الآيات الحاكمة، يعني آيات يتعلق بها أحكام كثيرة جدا تنبني عليها أحكام، فكل ما أدى إلى تعاون بإثم أو عدوان فهو محرم دون خلاف ودون أدنى شك. وليلتمس الرضا من الله، من ترك شيئا في الحرام عوضه الله خيرا منه. نعم. هذه صورة. كذلك من الصور الاحتكار. نعم. أن يحتكر العبد سلعة ما وأن يخبئها عنده حتى لا يكون أحد في السوق يمتلكها إلا هو، فيبيعها بالسعر الذي يريده، هذا محرم كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان على مستوى تجارة قليل، يعني احيانا تقول الكلام ده مثلا لو عرض تجارة صغيرة يقول لك هنعمل احنا في السوق، يعني هو احنا اصحاب رؤوس مال؟ قال صلى الله عليه وسلم انا عندي حته دكانه وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ، وفي روايه الا مخطئ. فهذا عمل محرم نهى الله جل وعلا عنه، كل ما فيه تعسير على الخلق. اللهم من شق على امتي فاشقق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من عذب إن الله لا يعذب، إن الله لا يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. سلم يا رب. الله جل وعلا يعذب الذين يعذبون ويؤذون الناس في الدنيا. للتدخلات الكثيرة مولانا، لكن في هذه القضية تحديدا يعني بيبقى في فزلكة كثيرا، صح التعبير، من محايلات أو محايلات يعني. طب اقول لك يا مولانا، ما هو بقى في احيانا فترات عدم ثبات اسعار، وانا لو مش عارف الوقت السعر ثابت ولا مش ثابت، وربما انه يكون عارف مش عارف ثابت ولا مش ثابت، طب انا لو بعت البضاعه اللي عندي دي بالسعر ده دلوقتي، ما انا هاجي اشتري هشتري غالي، فانا لا انا اخليها بقى لحد ما السعر يثبت، وفي هذه الفتره طبعا الموضوع بيختلف. هل ده مبرر؟ هو في فرق ان الانسان يعمل كده بصوره شخصيه بحيث انه لا يضر بالسوق العام، يعني انسان عنده بضاعه خاف ان هو يبيع او يتاجر فيها، لكن ده ما اضرش بالسوق العام، هو حر، لكن اضر بالسوق العام فدخل تحت طائلة ان هو كأن محتكر. لكن انسان ما باعش لكن لم يضر بالسوق العام لا يسمى محتكر، لان موجود بدل هذا الذي منع موجود الف غيره فلا يضر، لكن الذي يضر انه يمنع فيؤثر هذا على سعر السوق العام. فهذا يسمى احتكارا ولا مبرر له. كذلك من الصور، وهذه صورة يعني لا يلتفت إليها الكثيرون، منع الزكاة. ده أكل حرام، أكل حرام، أكل حرام، لأن هذه الزكاة ليست ملكك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج زكاة ماله فقد أذهب عنه شره. يبين النبي في هذا الحديث أن مقدار الزكاة الذي لم تخرج إنما هو شر في مالك.